لحمل شهادات الثانوية العامة والدبلوم. هاش وظائف إدارية وفنية شاغرة في الكفاح القابضة. أعلنت شركة الكفاح القابضة المتخصصة بقطاعات المقاولات والبناء والإنشاء والتجزئة والقطاعات عبر موقعها الإلكتروني عن توفر وظائف إدارية وفنية شاغرة للسعوديين من حمل شهادات الثانوية العامة والدبلوم، وذلك للعمل بفروع إحدى الشركات التابعة لها في كل من الخبر والجبيل. تفاصيل وظائف شركة الكفاح القابضة. وأبرزت الشركة أن الوظائف المتاحة على مسمى أمين مخزن منتجة تقنية المعلومات الخبر شهادة الثانوية العامة، فني ميكانيكي عدد 7 وظائف الجبيل شهادة الدبلوم في تخصص الميكانيكا. التقديم على وظائف شركة الكفاح القابضة. وأوضحت الشركة أن التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءا من تاريخ اليوم الموافق 11 مايو 2021 ميلادية، والتقديم مستمر حتى تاريخ 10 يوليو 2021 ميلادية.